وصلت رشا من قبل السيدة وزان لسكولا فاشن حتى تتأكد من أوزان المودلز، ومؤخرا بكل أسف تضاعفت نسبة كمية الأكل عند الصبايا بشكل زائد، وما شعروا بالسخن إلا لما إشارة الميزان أثبتت إنه الأغلبية منهم صار عندهم وزن زائد. صباح الخير صبايا. بونجور. إذا بتتذكروني أنا أخصائية التغذية جاي من الدايت سنتر، وأخذنا لكم وزنكم من أسبوع نحن، فهالأسبوع بدنا نرجع ناخذ الوزن. آريان سمعنا عم ناكل كثير ولا لا؟ فما لازم نزيد الوزن، تقريبا كلكم لازم تحافظوا على وزنكم، إلا أكيد جهينة بدنا نرجع نرد لك الوزن مثل ما كان. طيب هلا أول مرحلة بدي آخذ الوزن والقياسات. مروة 56.2 كيلوغرام كان وزنها، و55 كيلوغرام أصبح. خولة كان وزنها 61.5 كيلوغرام وأصبح 61 كيلوغرام. جعينة كان وزنها 50 كيلوغرام وأصبح 51 كيلوغرام. سابرينا كان وزنها 56.5 كيلوغرام وحالياً وزنها 59 كيلوغرام. جيهان 54.2 كيلوغرام كان وزنها وأصبح 54.5 كيلوغرام. زكية 55 كيلوغرام كان وزنها وأصبح 56.5 كيلوغرام. نوال كان وزنها 49.2 كيلوغرام وأصبح 49.2 كيلوغرام. ديانا كان وزنها 54.3 كيلوغرام وأصبح 56.3 كيلوغرام. ماي كان وزنها 53.9 كيلوغرام وأصبح 53 كيلوغرام. فجأة رجع حنين الأمومة يزحف على قلب ماي أكثر من كل مرة، واشتقت جدا لبنتها الصغيرة بمصر، فأخذت قرار ما رح تتراجع عنه بالمرة. مش هيرضى، مش هيرضى، ده هو بيدور على أي حاجة يضايقني بيها. هيجبرني حد هنا مجنون هو. طب لو شافك في الحالة دي طبعا هيجيبها. طب شوف لو ممكن يخليك تمشي يوم ولا يومين تشوفيها وترجعي. هلا مشيت مش حترجع. انا مش عايزه. لو روحتي مش حترجع. انا مش عايزه، حياتي هناك عماله بتتدمر، كل حاجه وانا قاعده. لا حياتك مش بتتدمر. لا حياتي بتتدمر. هي قالت لي ان عمتها ضربت. طب انا ايش ضمني ايه اللي بيحصل تاني وانا مش موجوده؟ انا كمان بس انا كل شيء ممكن في مشاكل وحاجات مش عايزين يقولوا لي. ايش ضمني انا ايه اللي بيحصل وانا قاعده هنا؟ اعرف منين انا؟ البارح انت اللي بتواسيني وبتطلعي لي معنويتي ولا ما يوم. ما ينفعش ما ينفعش افضل فاهمه نق وزن اقول لك واقعد اعيط جنبك. ما ينفعش. فهمتي؟ طب قولي لجوزك يعمل لك فيديو لبنتك ويجيبوها لك هنا تشوفيها. ليه؟ شنو باغي يزيد عليها؟ ما باغي يزيد عليها. لا تشوفي انت. مش هقدر، مش هقدر. انا بقولك ما برضاش اكلمها كتير عشان انا كنت بكلمها وانا ماسكه نفسي بالعافيه، واحاول اعمل ان انا مبسوط عشان هي كمان ما تحسش ان انا متضايقه وتسمعني. قالت لك ايه يا بنتي؟ امتى؟ فاشا كلمتيها؟ ما كلمتهاش النهارده. ولد عمتها ضربها ولا عمتها؟ هذاك اللي خليها هكا هي تقول لك مدام ولا عمتها ضربها فما برشا حاجات قاعدين يصيروا اخرين. ما هو كده بابا، هي مش قاعده كده مع بابا، هي كده قاعده مع جدتها وعمتها. فهمتي؟ فيعني صح. خلاص ارجع انا بقى لجوزي والبيت اشوف حياتي، انا بقى على الاقل مطمنه مرتاحه. المسابقة مش أعز عندي منهم يعني. ده كلنا. وعملت زي ما هم قالوا لي وتحملت، قولي جربي وشوفي وحاولي تتأقلمي مع البنات ولا لا 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 لا. أهو
مش قادرة أبقى أكتر من كده. هي كانت غلطتي من الأول إن أنا وافقت وجيت. أنا لازم أطلع الأسبوع الجاي نوميني، مفي نوايا إن أنا أكمل بأي شكل، مش هعمل أي حاجة صح. طب هما عارفينك، انا عارفين مستواكي وعارفين كل حاجه. لو عامله مشيتي زي الهبل على البوديوم هيقولوا دي عم تعملها كده. اوكي هيدوني درجات قليله، فهمتي؟ هيدوني درجات قليله عادي، والدرجات والايفالويشن مش هعمل فيه كويس وخلاص، درجاتي قليلة. ايه ضمنك حتى لو طلعتي نومين طلعتي نومين معاه؟ ما مش عارفة معايا انا، مين قال لك انك انت اللي حتبقي وانا اللي حفل؟ يلا الو الو. ايه يا مي؟ ايه سوسي؟ ايه؟ ايه حبيبي؟ مفيش حاجة، بس بطمن عليك تاني. سامعك عماله بتقولي انا عايز اطلع واقول هعمل كده. لا هعمل كده خلاص، انا مش قادره. انا اتكلمت معاهم في موضوع الانسحاب ده وهيردوا عليا. ليه؟ لا خلاص مفيش مشكله، مفيش حاجه، بس اسمع كلامي خلينا كده. لا انا عايز اعرف فيه ايه، قولي لي. مفيش حاجه، انا كده هبقى مرتاحه. مفيش. ليه؟ ايه السبب يعني؟ من غير سبب، من غير اسباب. خلينا بعدين. ها؟ خلينا بعدين نبقى نتكلم لما اشوف بس هيردوا عليا يقولوا لي ايه. في حد ضايقك يعني؟ لا لا ما فيش حاجه، كله تمام. إيه؟ بس انا عايز اعرف في حد مضايق، في حاجه عندك؟ لا انا هبقى مبسوطه لما اعمل كده، هبقى مرتاحه. بس اسمع مني بس. مش فاهم حاجه. ما خلاص انا مش فاهم حاجه. ما فيش حاجه خلاص. المهم انت كويس؟ لا طبعا مش كويس. لا خليني ابقى تبقى كويس عشان ابقى مرتاحه بس في الكام يوم اللي باقيين لي. يلا عشان فاضل 6 ثواني. طيب مش خلي بالك على نفسك. وانت كمان يا بيبي. ماشي انا بتفرج عليكي على طول، لو عايز تقولي لي حاجه قولي لي على التلفزيون. ماشي يا بيبي، لاف يو. يبدو انه سعيد زوجها لمي رح يلغي لها الموال اللي براسها، خاصه انها مشتركه نشيطه وشاطره وامامها مستقبل كبير. بعد البريك جهينا بعد على نفس الموال من اسبوع لهلا وبشكل كبير. جورج والسوف في السويد، أجمل ليالي الطرب مع جورج والسوف. السبت الأول من نوفمبر في مطعم أوليس سولنا ستوكهولم. للحجز 00 46 737 48 792. حلقة جديدة من كلام الناس تشاهدون.